واش كتسناونا نعياو من هادشي؟ راه ما نقدروش نعياو، حيت حنا عشاقة كنبغيو المليح، كنبغيو النقاء. هادشي راه واخا دابا في هاد الوقت شوية الظروف قاسحة والقدرة الشرائية عند الناس قاسحة، ولكن حنا ما كنقدوش نفرطو في المليح، ما كنقدوش نفرطو في النقاء. شوف اللهم بارك، هادي بيستاج مفتوح مخدوم بالديكرا ديالو، اللهم بارك. الناس اللي الطول ديالهم 1.78 متر 1.80 متر، تبارك الله، واكلين رزقهم صحاح. الاكتفات راه هادي، ماشي كنقول لكم واكلين رزقهم يعني غلاد، لا، هادي في صالة فيها هماوية بالنسبة لربع فيها 40، الناس تنظري بس الناس اللي عامرين اللي رقاق عادي جدا. تبارك الله الخدمة والإتقان، اللهم بارك. اللي بغى شي حاجة تواصل معنا في 0672 91 90 43، راكم عزاز عليا وكنبغي نعطيكم النقا وكنبغي نعطيكم المليح. راه ساهل السواقي، ولكن حنا السواق راه كاع ما كنبينو، راه كاع ما السواق راه كاع ما كنبغيوه، واخا فيه فلوس واخا، ولكن كنحاولو نهربو عليه. حنا هادشي هذا راه كي بزاف كيقول لي وكيفاش وفي هذا الوقت وشويه القاسح على الوقت وانت كتبيع وهادي. بطبيعه الحال كنبيع راه معايا الناس الصناعيه، راه قال لك الا بغيتي انت ترزق خاص يكون معاك شي حد اللي كيترزق معاك. معايا الحمد لله الصنايعيه، معايا مول الكاتفين، معايا مولات العقيدات، معايا مول السفيفه، معايا مول التوب، انا معايا بزاف ديال الناس. هادو كنديرهم انا وسيله باش ربي كيرزقني على طريقهم، ولله الحمد. تحياتي لكم ومرحبا وشكرا جزيلا.